السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الناس، هذا البرنامج الذي نوصل به صوت المواطن إلى الجهات المسؤولة لنكون العين الصادقة. في الأيام الماضية تحدث الناس كثيرا عن وكالات السفر وعن مكاتب الاستقدام، ورغم الخدمات التي تقدمها هذه الوكالات أو مكاتب الاستقدام إلا أنه أحيانا تظهر بعض الممارسات التي يتضرر منها بعض الناس. لاستيلاء الحديث وبيان ما الذي تقدمه وكالات السفر ومكاتب الاستقدام، نفتح في هذه الأمسية ملف وكالات السفر والسياحة ومكاتب الاستقدام، وذلك عبر ضيفين الآن داخل الاستوديو، الأستاذ عمرو، مرحبا بك، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عمرو الطيب صاحب وكالة السفر، مش كده؟ عليكم السلام ورحمة الله، أهلين. وكذلك الأستاذ سماني طيب الأسمى المحامي، مرحبا بك، السلام عليكم. مرحبا بكم ومرحبا بكل مشاهدي ومتابعي قناة الطيبة، وسعيدين أن نكون في ضيافتكم، ونتمنى أن نكون خفيف في الظل ونقدم ما يفيد المجتمع. نعم. وكل متابع السودان إن شاء الله. للحديث عن وكالات السفر ومكاتب الاستقدام بالتأكيد ننتظر مشاركات الإخوة الذين يتابعون حديث الناس عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم أثناء الحلقة، وكذلك رغم الرسائل القصيرة، ونسعد كثيرا بالأسئلة والاستفسارات والمداخلات. تابعونا وكونوا معنا، فاصل ونعود إليكم. مرحبا بكم، يتواصل حديث الناس كما ذكرنا قبل الفاصل، الفرصة متاحة للتواصل عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم خلال هذه الحلقة، ورقم الرسائل المخصص لهذا البرنامج عبر الواتساب ورسائل القصيرة SMS. أستاذ عمرو، وكالات السفر تقدم خدمات كثيرة، يعني لو بينتها وفصلتها لكان خيرا، يعني تفضل. تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا وكالات السفر هي وكالات بيتم التصديق لها من قبل الجهات الحكومية، بالضبط من قبل وزارة السياحة والآثار، هي المسؤولة عنها، وبتمارس أكثر من نشاط، بتهتم بكل نشاطات السفر والسياحة. ابتداء بتهتم بالتذاكر، تذاكر السفر، إذا كان التذاكر الداخلية أو الدولية، إضافة لها خدمات الحجوزات الفندقية، إضافة للخدمات الفيزا السياحية والزيارات للدول، التأشيرات أي نعم، والزيارات للدول الأجنبية، إضافة لها خدمات تنظيم الرحلات السياحية وتفعيل السياحة داخل السودان، ده برضو دور من أدوار وكالات السفر. الحاجة الأخيرة في جانب اللي هي السياحة الدينية، اللي هي الجزء بتاع الحج والعمرة، وده برضو بشكل جزء من 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 الخدمات اللي بتقدمها وكالات السفر والسياحة. نعم، بهذه يعني الحزمة من الخدمات انت كأنك ركزت على وكالات السفر. أيوة. في جانب تاني الناس برضو بيدخلون مع وكالات السفر اللي هي مكاتب الاستخدام والاستخدام، هي جزء من وكالات السفر او بتشبه وكالات السفر في الشغل اللي بتقدمه؟ هي 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 وكالات السفر منفصلة تماما، ومكاتب الاستخدام والاستخدام منفصلة تماما. نعم. وكالة السفر بتتبع لوزارة السياحة والآثار. نعم. ومجالاتها متخصصة في السفر والسياحة فقط، وحتى الفيز اللي بتعملها فيز سياحية. مكاتب الاستخدام هي نوعين، في مكاتب لاستخدام الأجانب، ودي دورها إنها تجيب العمالة الأجنبية من خارج السودان لداخل السودان. نعم. وفي مكاتب الاستخدام الخارجي، ودي دورة إنها هي توفر فرص عمل خارج السودان، فهي المنوط بها كل التأشيرات الخاصة بالعمل، هي من 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 شغل وكالة، من شغل المكاتب الاستخدام. في خلط بيحصل عند الخلط المواطن. من وين يعني؟ والله احتمال، لانه طبيعه العمل قريب لبعض يعني. او احيانا نزول لما يجي يسفروه لعمل بيقطع التذكره من نفس المكان، هم مكملين لبعض. يعني شغل وكاله السفر والسياحه مكمل لشغل مكاتب الاستخدام، لكن كل جهه منفصله براها، وتصديقها بيتم من جهه مختلفه، وطبيعه شغلها مختلف تماما. لكن المواطن البر البسيط قد ما يقدر يفرز بين وكالات السفر ومكاتب الاستخدام. ممكن يكون مكتب واحد وكالة سفر واستخدام داخلي وخاوي، ممكن يكونوا مملوكين لنفس المالك، لكن كل مكتب منفصل براه بإدارته،
وبيكون عنده رخصة منفصلة وعنده شروط للتصديق له شروط منفصلة، لكن قد يكون المالك لنفس مكتب الاستخدام هو المالك لوكالة السفر والسياحة. من هنا ما في ما يمنع. من هنا يجي اللبس من هنا بيجي اللبس. واحتمال برضو من ناحية تاريخية إنه سابقا في السودان ما كان معروفة فكرة مكاتب الاستخدام بالشكل الحالي، فكان وكالة السفر هي بتقوم بكل الشغل، إذا كان الفيزا السياحية أو السياحة، الإجراءات السياحية وإجراءات العمل. نعم أستاذ سماني، الناحية القانونية هنا شنو يعني؟ وكالة السفر دي هي منفصلة، ومكاتب الاستخدام حاجة برا، ومكاتب الاستخدام حاجة برا، يعني الثلاثة ديل افترض الكيمان تكون مفروزة. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد من ناحية قانونية، وكالات السفر هي نصت عليها أطلع القانون في قانون السياحة لسنة 2009، قانون السياحة القومي بتبع لوزارة السياحة الوكالات. فالقانون ده منظم يعني في أكثر من 17 أو 18 مادة. المادة 5 بالذات بتتكلم عن الفقرة الثانية فيها اللي هي عن وكالات السفر بغرض الاستجمام أو السائح البسافر، إذا كان بغرض الزيارة أو بغرض المرض أو بعض غيره. نعم. فالوكالة هنا مهمتها إنها تكون وسيط بين وزارة أي إعلام بالنسبة لوظائف أو أي حاجة مفترض تكون تختار به السلطات المختصة، والسلطات المختصة ممكن تكون وزارة السياحة ذاتها أو مختلف. أنت لما تيجي تعلن عن وظيفة أو الجهة اللي هي طالب الوظيفة مفترض تكون الدولة عندها علم بالإجراءات دي. ده عبر وكالة السفر ولا مكاتب الاستخدام؟ وكالة الاستخدام ووكالة السفر أيا كانت بالنسبة للمواطن العادي. أنت لما تيجي تقرر الوكالة أصلا تيجي بغرض السفر. طالما أنت جيت بغرض السفر معناه أساسا الحياة دي بتكون مغننة. الدولة عندها علم أو وزارة السياحة أو الحتة الجاية بها. لأنه الفيزا دي تيجي في الغادي هو زول داري يسافر. رغبة الشباب في السفر ممكن تخليه يعمل إيش يعني، هم بيكونوا ضحايا بالنسبة لي. القانون نص على وضح شنو يعني وكالة السفر وشنو يعني سايح، ونص على العقوبات كمان فيه، يعني فيه عقوبات عامة وفيه حتى ممكن يكون فيه إغلاق الوكالة ذاتها بالعقوبة لمدة سنة مع عدم المساس بالقوانين الأخرى والقانون الجنائي صارت. طيب نحن لما نيجي نتكلم عن القصور ولا في الوكالات، نحن ممكن نقول كثير في قد يكون فيها إيجابيات أستاذ عمرو عالمي، لكن أنا بيهمني هنا الشخص الضحية ده أو المواطن البسيط اللي بيجي داير يسافر عشان يغير الوضع المعيشي اللي راهن فيه. ده الواحد يسافر عن طريق الـ يعني عبر الوكالة عمل، أو يفترض أنها تكون تأشيرة عمل لمكاتب الاستخدام الخارجي. نعم. فهو ما بيكون عنده المعرفة بين هو دار يسافر زي الغرقان الماسك في قشة. نعم. فيجي كت الوكالة تقول لي يا أخي الله يا أخي دي فيزا بتاع السفر وهناك والإقامة والإعاشة، ممكن يكون ما عنده قريش يقول تسلف يجيب. نعم. في وكالات بتعمل كده يا أستاذ عمرو؟ والله هو بصورة عامة يعني بدون ما نتهم زول يعني. لا هو التعميم إشكالية، لكن بصورة عامة الإشكالية إنه في خلط حاصل بين خلينا نقول ثلاثة حاجات. الحاجة الأولى وكالات السفر والسياحة، والحاجة الثانية مكاتب الاستخدام، والحاجة الثالثة الوسطة أو السماسرة. ديل كمان جانب ثالث برضو قد يكون هو سبب في من الأسباب. سماسرة ما عندهم صلة بوكالة سفر ولا بمكتب استخدام، لا يعني حاجة كده في النص. لا عندهم علاقة بوكالة السفر ولا عندهم علاقة بمكاتب الاستخدام. ديل يعني سيناريو بتاعهم شنو بيعملوا شنو يعني؟ والله ديل عبارة عن وسطة بين 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 الشخص الطالب الخدمة. إذا كان إذا كنا بنتكلم عن زول عن السفر بغرض العمل. نعم. السفر بغرض العمل، ففي جزء من الناس بيتبرعوا كوسطة، هم بيكونوا بين الشخص الراغب إنه يسافر برا السودان بغرض العمل وبين المكتب بتاع الاستخدام أو الوكالة. فديل بيروجوا للوظيفة، وقد تكون اصلا الوظيفه غير موجوده في الاخر، الناس تجي لحته بتاعت الاحتيال اللي بيحصل والمشاكل الكثيره اللي بتطلع. هم لكن سمسار ولا محتال؟ احنا لو قلنا سمسار معناته عنده معلومه حقيقيه انه والله يا اخي استاذ عمرو عنده فياز يا جماعه ورحكم ليه وحقي انا برا بعدين. واذا كان محتال استاذ عمرو ما جاي باي خبر وما عنده تاشيرات ولا رايك شنو يا استاذ؟ مش افترض انه فرس مش كده؟ نعم. يعني انا قبل لما قلت لك يا اخي المفروض يعلن او ينشر عشان الناس تكون على علم، عشان الناس تستوثق من المصدر. أيوة. هل فعلا في وظائف جاي من الخارج من الشركه المطلوب المعنيه دي؟ نعم. ولا الكلام ده كلام بيتباع بتاع سمات يعني؟ انت عارف الوضع الاقتصادي. نعم.
وعارف ايه زول محتاج لوظيفه. يعني ممكن واحد يكون شغال هنا مو مغطي معه يخلي وظيفته عشان يمشي ويتخدع يحس في نفسه انه احنا انا احنا ما زرت للمقاطعه استاذ عمرو كنا بس نبين الحكايه دي، لكن واصل في حكايه السمسار دي كده اوضحها اكثر، لانه انا متوقع اول ما نفتح فرصه للهاتف والرسائل المشاهدين حيزعلوك من النقطه بتاعت السمسار، انتوا بتخلوهم ليه؟ هيقول لك كده. اوكي طيب، هي اول حاجه اذا كان بنتكلم عن الوظائف، الوظائف بتكون معلنه، يعني وزاره العمل اي او مكتب وظائف الاستخدام المعني اي وظائف اي وظائف جات عن طريق مكتب استخدام لازم تاخذ الاذن من وزاره العمل، ووزاره العمل دورها انها تتحقق من 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 صحه الوظائف ومن توفرها وتضمن ضمانات لوجود الوظائف. من ضمن الضمانات دي مراعاه لمبدا الشفافيه، بيتم الاعلان عن الوظائف في الصحف واضافه لوسائل التواصل الاجتماعي، اضافه لاي وسيله بيعلنوا وزاره العمل ولا المكتب؟ بيعلن المكتب. بيعلن المكتب بعد اخذ الاذن من وزاره العمل. طيب، فمجرد الاعلان ده براو بيروح وبيخلي انه في كميه في معلومه بتكون متوفره للعامه. الاشكاليه انه اغلب المواطنين ما بيتحروا انه يتعاملوا مباشر مع المكتب، فبيتعاملوا مع وسيط، الوسيط هم اللي يجيبون المكتب ده اذا الوسيط طلع صادق، وقد يكون في بعض الحالات الوسيط اصلا يستغل معلومه معرفته بانه في وظائف متوفره وبيبدا ينسج الخدعه او الاحتيال حقه حول الضحيه بتاعته. نعم، اللي بتحصل. احنا نستسمحك يعني في يعني فاصل كده من الهاتف والمشاركه عبر الهاتف والتلفونات. تفضل يا عمر. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا. عليكم السلام. تفضل. مساء النور. مساء النور. بنتكلم اليوم، فتحنا ملف وكالات السفر ومكاتب الاستخدام الخارجي. تفضل. والله انا عندي اخوي سافر للسعوديه. اها. وسافر بفيزا على اساس انه هو ماشي شغل، على اساس انه هو ماشي محاسب. ماشي محاسب. مشى هناك لا لقى مكتب بتاع محاسبه لا لقى غيره، والفيزا مشتريها بقيمتها 60,000. اشتريها بكم؟ ب 60,000. 60,000 عبر مكتب ولا عبر سمسار؟ عبر سمسار يا شباب. ده الكلام اللي قاله الان استاذ عمر. طيب، هل اللي قاله استاذ عمرو يعني لما وصل هناك يا عمر عمل شنو؟ مشى عن طريق سمسار يسعد لي هناك، ما لقى مكتب بتاع محاسبه ولا لقى غيره. جراجع ولا كانت في ترتيبات اخرى عن طريق السلطات في المملكه؟ والله جراجع. طيب لما في السمسار بعد كده ولا قروش راحت عليه؟ والله لما في السمسار ذاته بس اتعوض منه بالبيت وقال لي لحد الان ما داري. عمل اجراءات قانونيه؟ ما عمل اي اجراءات قانونيه، بس المهم هو شغل عمله هنا وفات لحد هناك على اساس انه محاسب، ساعات مشى هناك المكتب ذاته ما لقاه. نعم. طيب هنا طوالي يا عمرو يمشي يفتح بلاغ، او حنشوف وصيه استاذنا المحامي سماني حيقول لك شنو يعني. شكرا لك يا عمر، كتر خيرك، تسمع ان شاء الله الافاده القانونيه. يعني دي حاله بتاعت احتيال اظن يا استاذ. حقيقه. نعم. وزيه كثير يعني، زي هذا الشاب انا بعرف قبل كده كان في بلاغ بنفس الطريقه. واحد سافر من هنا على سن هو يشتغل محاسب، ولما وصل هناك لقى الكفيل اول طالب الخدمه اصلا هو ما جايبه لوظيفه محاسب، جايبه لوظيفه اخرى، فاضطر انه يجي راجع ويجي يقاضي الوكاله. يعني حتى ده من حقه يجي يقاضي الوكاله وريه كده ممكن يعمل شنو يعني، يجي يعمل اجراء يفتح بلاغ تحت الماده 178 انه نزل احتاله في اي قسم يعني، في اي اقرب نقطه له مشكله يسوق معاه، ولو كان في شاهد حاضر الاتفاق انه ياخذ الوداع لانه وظيفه، لان الوظيفه بتجي براتبه حتى يعني. نعم، قال لك ودافع 60,000 جنيه في بس في الفيزا بس او في التاشيره. الفيزا يا يعني ما اعرف استاذ عمرو، احتمال يكون الفيزا اصلا هي بتجي مجان يعني. الوكالات ده خسر معناته غير القيمه بتاعت الفيزا. أيوة. خسر قروش تذاكر وسفر وكذا، وهم مستغلين يعني زي السماتر كثيرين يعني، ممكن يكون ما عنده علاقه حتى بالوكاله وبيسد الوكاله ذات نفسها. طيب الناحيه القانونيه، لكن الناحيه القانونيه طالما عنده ايصال دفع بها القروش دي. الايصال حتى حاليا كان في منشور في 2014 انه الايصال من الوكاله هو ممكن يبقى لك، هو قال لك تعامل مع سمسار ما مش وكاله، هو في النهايه حيكون في ايصال من الوكاله، ما هو 60 ليره لما يكون دفعها ما لازم يكون في ايصال مالي. احنا نشتغل على كل الاحتمالات. يشتغل عليه، لو هو اصلا عنده ايصال مالي يبقى حقه مضمون، بالايصال ده حتى لو ما جاب شاهد انه هو دفع وسافر وعلى اساس انه هو محاسب
واتخضع واتغشى وجراجع وخسر قروش. فهنا بعدك يجيب شهود يعني انه بين على الكلام ده. فان شاء الله بيلقى ان شاء الله عمر يكون متابعنا الان ويعرف اخوه ممكن يكمل الاجراءات كيف في نفس الدائره تحت الاختصاص. نعم استاذ عمرو هو ده يعني حاله بتاعت سمسار. ايوه نعم. هي دائما اغلب المشاكل اللي بتحصل في مساله الاحتيال دي دائما اغلبيتها او نقدر نقول 90% منها جايه من السماسره الوسطى. ابتداء لانه اول حاجه ما في صاحب مكتب استخدام بيقدر يعمل حاجه بالشكل ده. نعم. لانه هيخسر اكثر مما يكسب يعني. نعم. المكتب قد يكون فيه عدد كبير جدا من الموظفين وفاتح بيوت ومصدر دخل ورزق بالنسبه له. هو لو اصلا ده يشتغل احتيال ما بيعمل له ما بيعمل حاجه اضافه لانه نعم. في رغابه عليه من وزاره العمل. فوزاره العمل عندها قوانين صارمه جدا. القوانين بتقول انه اي وظائف اكثر من 3 وظائف لازم يتم الاعلان عنها في الصحف. دي نمره 1. نمره 2 اي وظيفه جايه من برا السودان لازم تجي بطرق رسميه. الطرق الرسميه دي بتشمل نمره 1 انه يجي تفويض من الشركه الطالبه الوظيفه. التفويض ذاته بيكون موثق من الغرفه التجاريه اللي هي المسؤوله من الشركه وموثق من السفاره بتاعتنا سفاره السودان في الدوله الجايه منها الوظيفه. التوثيقات دي بتاكد وبتضمن انه فعليا في شركه وفعليا في وظائف وفعليا في فرص ليها. فعشان كده نادر جدا انه يحصل مخالفه من صاحب مكتب للاستخدام. لكن زي ما قلت لك الاشكاليه انه في 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 لغط بين ولخبطه بين المكاتب بتاعت السفر وبين وكالات السفر والسياحه وبين السماسره. وديل السماسره ضارين الاثنين لانه الناس في الاخر بتجي بتعمم بتقول والله يا اخي انه ناس الوكالات غشونا ناس الوكالات اكلوا قروشنا ناس الوكالات شالوها. في حين انه هو بيكون اصلا ما تعامل مع وكاله بتاع السفر والسياحه ولا مكتب بتاع استخدام، بيكون هو يتعامل مع وسيط. الوسيط هو ادعى انه هو صاحب وكاله او ادعى انه هو ممكن يقدر يوفر له فرصه عمل وما بيكون يتحقق. يعني انت لو جيت اتعاملت مع مكتب بتلقى عنده ترخيص من وزاره العمل، بتلقى عنده مغر، الوسيط ما بيكون عنده مغر، يعني انت الليله ممكن تلاقيه في الشارع ويشيل قروشك وثاني ما تعرف تلقاه وين. المكتب عنده مغر وعنده تصديق من وزاره العمل، عنده حتى الوزاره بتشيل منهم من المكاتب ضمانات ماليه بتكون محجوزه عند وزاره العمل لصالح المخالفات اذا 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 لا قدر الله حصلت اي مخالفه من صاحب مكتب. نعم. يا استاذنا من النواحي القانونيه في التعامل مع السماسره دي يعني لو بينتها للناس برضه يكون احسن يعني. طيب انا والله ما بعفي في الوكالات من المسؤوليه يعني. لان اساسا السماسره دي هم بيتعاملوا بعلم المكتب. يعني لو ما كان عنده علاقه بصاحب الوكاله اصلا ما بيتعامل ولا بيعرض وظائف الوكاله. غير كده هو اصلا عرف كيف انه الوكاله عندها وظائف. ده ما في حاله انه صادق يعني لكن ممكن يكون زي هو اساسا هو جزء من المكتب يعني حتى هو يعني جزء من المكتب هو الدافع لان انا اتعاقد معه. يعني لو لسه مسار ما كان عرفته في المكتب لانه هم اساسا عامه الناس ما بتعرف الوظائف بتتعرض فيها تحت. لا في او عبر الوسائل بتاعت التواصل الاجتماعي او عبر قريبك من قرايبك يقول لك يا اخي والله في وكاله فلان كده جاتها وظائف ولا تفشل. يعني خليك انا قبل كده في واحد جاء اشتكى خالته. فسكته مشيت معاه للمحامي وكان داير يكتب اغراء خالته قلت له يا اخي الحاصل شنو؟ قال لي يا اخي خالتي دي ساقته ودته لي بتاع الوكاله هي بتعرف. قلت له يا اخي انا عندي ولد اختي ده داير يسافر سفروا لي عليك دار تخدمه يعني دار تخدمه. فشال منه المبلغ المالي وبتاع الوكاله اختفى. قال لا الكلام ده ما اطلع معناه خالته دي هي متفقه مع شنو؟ مع بتاع الوكاله دي يشيلوا قريشاته ديل ويخطفوا بعض، تشتكي خالته ما لقى بتاع الوقت. يلا انت السمسار ده لو ما كان عنده علاقه بالمكتب ما 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 ما, ما بتصل له او ما بتصل للمكتب بتعرف عبر الوظائف. فيبقى المسؤوليه مشتركه بالنسبه لي انا كوكيل كسمسار كمكتب بتاع استخدام. طالما اصلا الشخص يتعرض لاحتيال في ذات الوكاله باسم الوكاله يبقى هي مسؤوليه متضامنيه. القانون بيقاضيهم الاثنين؟ انا في نظري انه يعني ما اقول لك انه هو بالنسبه لي متهم اول ده متهم ثاني. هم عادة الناس الوكالات دائما بنقاضي في مدير الوكالة أو صاحب الوكالة ذات نفسه لأن أنت بتخاطب مسجل التجاري بتجيك الإفادة بمملوكة لمنه هي اسم عمل. نعم. فاسم العمل بتقاضيه في شخص مالكه.
لكن طالما انا توصلت للكلام ده هم عشان ما يعرفوا ان في اسم من المسؤوليه يعني ما يجي واحد يقول لي يا اخي والله العظيم انا اصلا ما قلت لك الفيزا دي بكده والسمسار دي شال مني مجان هو شال منك 20 مليون 30 مليون صح طالما انت عرضت عليه يبقى المسؤوليه في عجلته. رايك شنو استاذ عمرو؟ والله انا ما اعرف انا متفق مع استاذ سماني في جزء وبختلف معه في جزء. ابدا باللي بتتفق معه. بتفق معه في انه مرات في بعض الحالات قد يكون الاحتيال يحصل من 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 داخل الوكاله في بعض الحالات. لكن بختلف معه في انه في حالات كثيره بكون من سماسره من برا ما عندهم اي علاقه بالوكاله لانه زي ما قلت لك الوظائف بتكون معلن عنها ومعروفه وموجوده في وسائل التواصل وموجوده في الصحف اليوميه. فمساله الحصول على معلومات انه في وظائف ما مساله صعبه. لكن في خطوات بسيطه اذا عمل المواطن ممكن يقدر يتاكد من 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 صحه الوظائف ويقدر يتاكد من انه الوظائف دي فعليا موجوده ولا ما موجوده. الخطوه الاولى انه مبدئيا ما يتعامل مع السماسرة، يتعامل مع المكتب بتاع الاستخدام. إذا كنا بنتكلم عن الوظائف يتعامل مع مكتب الاستخدام مباشر، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه أي مبالغ بيسددها لصالح مكتب الاستخدام بياخد وصل من المكتب بيثبت له حقه إذا حصلت أي حاجة. الحاجة الثالثة الوظائف ذاتها سهل جدا في العصر بتاعنا انه بقى يتحققوا منها يتأكدوا منها ويتثبتوا. نعم اي يعني الليلة اي شركة كده. لكن حصلت المشكلة بتاعت الاخوة اللي كان خدعوا او زي ما بيستخدموا اخواننا القانونيين لفظ تم الاحتيال عليهم في الامارات. احنا هنجي نشوف اللي حصل شنو رغم انها الان يعني في لجان تحقيق وبقت فيها يعني اجراءات قانونية، لكن نجي نشوف السيناريو اللي حصل ده شنو وهل ممكن يتكرر ثاني، وإذا تكرر على أي زول تاني ممكن الناس يعملوا شنو أو عشان يمنعوا التكرار يحصل شنو. فاصل ونكمل الحديث الناس، تابعونا. مرحبا بكم، تواصل حديث الناس، موضوعنا وكالات السفر ومكاتب الاستخدام الخارجي. أستاذ عمرو قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أنه يعني في أحيانا بتحصل تجاوزات من وكيل لسفر أو مكتب استخدام أو زي ما أنت سميتهم السماسرة اللي هم في النص، والناس في ذهنها الحادثة بتاعت الإمارات الأخيرة، كمية من الناس تعرضوا لحادثة يعني خديعة واحتيال ويصلوا هناك وما لقوا يعني الوعد الذي يعني تلقوه من الأول. زينا أستاذنا أحسن نبدأ من عندك نشوف الحاصل شنو والموضوع ده وصل لوين ومعلوماتك شنو يعني. تفضل أستاذ. والله الحاصل كعادة كل المدار وكل الوكالات لكن هي ما المرة الأولى تحصل يعني. قبل كده كان برضه في الجيش البحريني برضه 100 شخص مشوا من هنا سافروا ونزلوه في فندق ودفعوا 60,000 واكتشفوا ثاني يوم انه اساسا ما في اي وظائف ما في هنا. ضربوا الاهالي عشان يرسلوا لهم قروش تحت الفندق عشان يجوا راجعين. فدي الحاله بتاعت الامارات لانها حاله شاذه والامارات تعاملوا معها معامله بحكمه يعني. هم اكثر من 40 الى 50 شخص سافروا هنا عبر وكاله بوظائف بفيزات لعمل معين. وكاله ولا مكتب استخدام؟ عبر وكاله. نعم. تفرغة مهمة. هاي هنا سافر على سنة هم حيمشوا هناك وحيمنوا نفسهم زي كل سوداني يحسن الوضع يشتغل ثاني يوم هنا. فاكتشفوا إنه هم قاعدين في الشارع وبيته في الشارع. لا في وظائف شنو يعني؟ في شركة أصلا هم تشتغل شركة هناك يشتغلوا فيها وتستقبلوا في استقبال. لا كان في استقبال بشخص اللي فيه وكالة. وغير كذا إنه بتاع الوكالة ده تخطفها من الأنظار يعني. الناس كلها كانت بتتكلم عن الشغله يعني انهم شباب وتعرضوا لاحتيال تعرضوا لاحتيال. انا ما اقدر اقول بغباءهم ولا لكن عندنا الدوله ذات عندها فيها مسؤوليه والمجتمع ذات عنده فيه مسؤوليه والناس دي كلها يعني ما ممكن تكون ماشيه بحسه كامله لوظائف وهي اساسا وظائف ما فيش. والوكاله بتاع السفر ما معروف اذا كانت حديثه ولا قديم ولا شغاله لك ولا خبرتك. اخذت مبالغهم كلهم وخدتهم من غير ما يتاكدوا انه متى يعني. حتى انت لما تيجي تقول يا اخي جهاز المقتربين جهاز المقتربين ما عنده علاقه ب بزول سايح ليوم او يومين. لانه جهاز المقتربين هو بنظم للمقتربين العاملين بالخارج او العبليفيزات او الناس العاملين اصلا. نعم. فيبقى دول مشوا بقوا ضحيه، لا هم تابعين لمقتربين بفيزا عمل لا هم عملوا اصلا ولا هم سايحين لغرض معين عشان يقضوا ويجوا راجع. هو كانت التاشيرات قد شنو يعني حسب المعلومات؟ عقد عمل كلها كانت عقد عمل، بس اصلا ما شفت من اجل عمل.
نعم طلعت مزوره ولا يعني طلعت كلها فيزات بدور اطلب، ما في لا في شركه طلبتهم ولا فينا، هم ما نزلش على قروش وفصل الصرامه الامارات، يعني الناس اللي خسر فيهم حق التذكره، حق التذكره توصلهم الامارات هنا وفي التعديل ودتهم العين، يمشي وين ولا يقبل وين ولا المبلغ اللي معاهم ما عارف، حتى الوكاله ذاتها ما عارف حسي ذاتها اختفت عن صاحب الاجراءات العامه. كانت وكاله رسميه عندها مكتب وكذا ونا ولا زول سمسار ولا وكاله في شنطه؟ كانت وكاله، نحن ما نقول هي كانت وكاله وكان فيها اجراءات ماشيه، هسه الناس فيها فاتحين فيها تحقيق في الامر ده. نعم. وهتصلوا لامر الشرطه. نعم. انا متوقع يعني اسئله كثيره جدا في الحالات المشابهه دي، واحسن نستقبل المشاركين عبر الهاتف. مرحبا يا علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضل. الوكالات وما ادراك الوكالات. نعم. والله 10% من الوكالات دي يعني تلقى وعد فاضيه فيها. معلوم؟ يعني تلقى وعد قلت لك فاضيه يعني في 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 10% بس صادقين، يعني 90% ما صادقين. تسعه مثلا مثلا 10 تلقى واحده ايوه احتمال صادق واحتمال غير صادق. انت ملحوظتك شنو او ما الذي يعني حصل لك انت او عرفت انه في حاجه حصلت ما صادقه؟ نعم نعم، انا كنت مقدم يعني كانت المنحه جايه ل للسويد عن طريق وكاله، قدمت عن طريق وكاله. فالمقدم ذاته قام بكل الاجراءات وعملنا كل الاجراءات، وفي النهايه سافر بقروشنا كلها وفكر الحين عكس الهواء. سافر من يعني صاحب الوكاله ولا؟ صاحب الوكاله، والله وكاله كبيره كمان، يعني ما حاجه صغيره ولا حاجه يعني. انتوا كنتوا ماشيين عمل ولا زياره ولا؟ لا لا عمل دراسة. عمل عمل عمل؟ نعم نعم. وشفت الاوراق انت وكانت سليمه وكذا يا علي؟ والله شفتها كل الاوراق سليمه وكل طبعا يعني ده يعني بقطعوه كده. انت دفعت قروش؟ دفعت 8 مليون معي 13 نفر دفعوا قرابه ال 15 مليون. وكان العمل وين؟ في دوله الكويت. السويد؟ الكويت. نعم الكويت. ايوه نعم الكويت. وفي النهايه فقدتوا اموالكم وفقدتوا الزول ذات اللي كنتوا بتمشوا له؟ والله فقدنا اموالنا وفقدنا الزول ذات. طيب عملتوا اي اجراء قانوني يا علي؟ مشينا عملنا الاجراء، مشينا رئيس القسم وتابعناه وقلنا له يا اخي كذا كذا الحاصل كذا، قال ما لم تسلموني نزلت شخصيا ولا تثبتوا لنا هو في حته وين؟ بس عملنا فتحنا بلاغات فتحنا البلاغات كذا. والوكاله المبنى بتاعها كان يعني عندها محل في دكان في كشك في حاجه زي دي شغالين فيها ولا قابلتوا الناس زي وين انتوا يا علي؟ في وكاله كبيره وفيها الخط العريض البتاع الاشعارات بتاعتها دي وكل دي. الان مقفله ولا شغاله؟ لا مقفله. ويعني انتوا بس بقيتوا راجعين الباب واقفين يا علي؟ والله رجعنا الباب واقفين. طيب عايز اي افاده يعني من الاستاذ المحامي ولا يعني بس عايز تورينا القصه دي عشان الناس تجي؟ جزاه الله خير، لكن داري يوضح لنا يعني الوكاله السفر والسياحه دي يعني مهمات يعني احنا بنخلط. نعم يعني في شفت اغلبيه المشاكل دي بتجي عن طريق السماسره، والسماسره ده مرات بيجي منها الوكالات ذات. نعم يعني السماسره ده ما بعيد من الوكاله. شكرا لك يا علي، كتر خيرك يعني، وان شاء الله ربنا يعني يعودكم ويرد عليكم اموالكم ان شاء الله، وتتجنبوا مثل هذه الخديعة يعني في المستقبل. دي مواصلة للحادثة بتاعت الإمارات يا أستاذنا. حقيقي. نعم. فهو الناس مش بيقف في العمل بس يعني حتى الحج والعمرة الناس بيقوا يستغلوا فيها المواطنين. يعني أنا بلاغ حقي يعني معنا يعني. كانت واحدة من موكلاتنا هي دارت تسافر الحج وقال الفرصة فاتتها. وعارفين انه الحج ده فتره معينه وبقرعه واجراءات متابعه ومعروفه للكل. قال لها يا اخي انا والله بسفرك اسم حج اسم الحج السياحي. تدفعي مبلغ معارف زياده وهنا وان شاء الله بيسفرك. فعلا دفعت القروش هنا ومنتظر ولا سيما حجت. ولا سياحي ولا خاص ولا الحج العام. زي كتار. فحتى الوكاله كانت في عطبر بكلها انا دي كان برضه بنفس الطريقه، هم قال وكاله جات فتح شقه والناس جات وجابوا موظفين وحتى مشى شال تلفونات بالقصد من السوق وجاب ايجار وفتح الحج السياحي ده والناس جات قدمت وشال قروش ونهبه واختفى من نظر يعني. احنا طبعا هنشوف الجهه المصدقه والتي يعني تنظم عمل الوكالات برضه هنستضيفها ونشوف الجهه التي تنظم عمل مكاتب الاستخدام. لكن يا استاذ عمرو مرات برضه بتحصل مشاكل في الوكالات، يقول لك والله قطعت تذكره ولما مشيت لقيت الحجز ما في مثلا، او الوقت اللي ادوني لي بتاع الشركه اللي يفترض اسافر عليها الخطوط
طلع ما صحي يعني، ففي ممارسات زي دي ما زالت في الوكالات ولا الحكايه دي انتهت يعني؟ والله لا، حاليا هي كلها اغلب التذاكر بقت تذاكر سفر الكترونيه يعني، انت طالما حجزت التذكره بتطلع التذكره بعد، معناتها انت اكيد حجزت المقعد، الا يحصل ظرف طارئ خارج عن اراده الوكاله او بيكون خارج عن اراده شركه الطيران ذاتها. في بعض الحالات الظروف الجويه او الظروف بتاعت المطار ما تسمح بانه الطياره تجي، قد يحصل تاخير في بعض الحالات. لكن طالما انت قطعت تذكره من وكاله وتذكره محتمده ما بتحصل شيء. ان شاء الله. على ذكر التذاكر، الان في قرار بانه كل وكالات السفر طلبت من الناس اللي حيسافروا على معظم الخطوط انهم تاني يقطعوا التذكره بالدولار، الكلام ده الحقيقه صحيح بصورته دي كده ولا فيه تفصيل؟ نعم، فيه جزء صحيح، انه حاليا بقت التذاكر بالنسبه للاجانب التذاكر العالميه، التذاكر العالميه بالنسبه للاجانب كلها لازم اللي هي الخطوط الزمت الوكالات انها تقطع بالدولار. اضافه لتذاكر التذاكر المقطوعه من خارج السودان اللي بتبدا من دوله خارج السودان للسودان برضه تقطع بالدولار، تذاكر الاجانب وزي التذاكر السودانيين المقيمين بالخارج كلها سواء كانت من برا ولا من السودان عايز يرجع للدوله اللي برضه يرجع شغال فيها. اي نعم، كلها بالدولار. السبب شنو يعني الطلب؟ والله واحده من الاسباب طبعا ارتفاع قيمه الدولار مقابل الجنيه السوداني، دي واحده من الاسباب. والسبب الثاني انه شركات الخطوط، خطوط السفر بتلاقي صعوبات في انها تحول العوائد بتاعتها من السودان للخارج، اضافه لانه الدولار البناء عليه بسعر التذاكر قيمته اقل من القيمه الفعليه للدولار في السوق. يعني بيطلع سعر الدولار من اداره الطيران المدني بقيمه اقل كثير. بيضرب لهم في كم؟ في كم؟ في 18 وحاجه. نعم. حاليا الدولار حسب الآلية بتاع صناعة السوق الجديدة دي انه حوالي 47 48 بتراوح بين 45 ل 48، فبرضه دي واحدة من الأسباب. فأغلب الخطوط ألزمت الوكالات بأنه كل التذاكر الأجانب تقطع بالدولار. بنك السودان هنا عنده رأي ولا جيب لكم الكلام ده ولا الحكاية ماشية كيف يعني؟ حاليا لسه في مشاورات بين الشعبة وبين الجهات المختصة. ما بديتوا بيع لكن بالدولار حتى الآن؟ لا حاليا لا الخطوط ألزمت خلاص، بقى السيستم كله بقى بالدولار. أي بقى دولار، لكن في مشاورات جارية على أساس إنه الناس تحاول تعالج خطوط الطيران الأقوى من بنك السودان. دي كمان دي مشكلة يا أستاذ، يعني دي ناحية كمان هتكيس الناس من ناحية قانونية لو جاء بنك السودان وقال لك أنت بتقبل. رفعت أسعار التذاكر جدا يعني، أسعار التذاكر بصفة عامة بسبب إنه العملة مقارنة بالدولار سعرها نازل، فرفعت أسعار تذاكر السفر. نعم أستاذ سمان، دي مخالفة قانونية مش لمنشورات بنك السودان يعني. نازل هيشيلوا دولار حي من الراكب، وبنك السودان حتى لما جاز ليه كنت تتعاملوا بالدولار مش كده للوكالات؟ لا الحاجه دي بتنسيق بين الخطوط وبين بنك السودان. تنسيق بين خطوط السفر وخطوط الطيران اضافه لاداره سلطه الطيران المدني وبنك السودان. يعني مقبول يعني مسكوت عنه بتنسيق، لكن هي بس الاشكاليه انه حتقع في راس المواطن يعني. وفعلا حصل انه الاسعار بتاعت التذاكر قفزت وزادت اسعارها بزيادات رهيبه جدا يعني. دي لما تقارنها بالجنيه السوداني، لكن هي بالدولار نفس السعر السابق. هو يعني تقريبا نفس السعر، ما في تغير، وقد نكون احنا افضل من دول ثانيه، لكن مقارنه بسعر العمله بتاعتنا المبالغ عاليه جدا جدا. يعني السوق يقف ولا الناس لسه بتسافر؟ طيب والله والناس ما حتخلي السفر اكيد طبعا في كل الاحوال، لكن بقى السفر للضروريات، بقى ما السفر للمتعه والرفاهيه احتمال قل كثير، لكن بقى السفر للعلاج للاعمال للضروريات اكثر من الرفاهيه. يتواصل حديث الناس عن وكالات السفر والخدمات التي تقدمها هذه الوكالات ومكاتب الاستخدام ومعوقات العمل في السودان، تابعونا عقب هذا الفاصل. مرحبا بكم، يتواصل حديث الناس. استاذ عمرو، مكاتب وكالات السفر والاستخدام الخارجي والاستخدام، كل واحدة لو بينت برضو سريع كده الخدمات اللي بتقدمها شنو للناس عشان المشاهدين قبل ما يشاركوا بالمشار الهاتف والأزيلة والمركز الرسائل يكون عندهم فكرة عن الخدمات دي بصورة عامة. تمام. طيب أول حاجة الناس عشان تقدر تفرق بين المكاتب والوكالات،
مجرد كلمة وكالة دي معناتها وكالة سفر وسياحة. لأنه ما في حاجة اسمها وكالة استخدام. كلمة وكالة معناتها وكالة للسفر والسياحة. نعم. شغلهم تزاكر وسفر. أي نعم. وحجوزات كل واحد أنا حبين. نعم. طبيعة شغله. مكتب استخدام. ده معناته مكتب بتاع استخدام أو استخدام خارجي. لكن مجرد كلمة وكالة معناته دي وكالة بتاع السفر والسياحة. الوكالة السفر والسياحة زي ما قلت إنه هي دور الرئيسي الشغل بتاع التيكت تذاكر إضافة للحجوزات الفندقية إضافة للفيز السياحية. عشان الناس ما تنخدع يعني اصلا الوكالة السفر والسياحة ما عندها اي علاقة ولا من قريب لا من بعيد بشغل الفيز بتاعت العمل. نعم. دي الفيز السياحية سواء حج عمرة الغائرة تشمل السياحة. نعم. السياحة من اجل السياحة والسياحة العلاجية والسياحة الدينية. اذا كان الحج والعمرة. مكاتب الاستخدام دور الرئيسي إجراءات الأجانب أو استخدام العمالة الأجنبية من خارج السودان للسودان ومباشرة إجراءاتهم بطرف الجهات المختصة اللي هي وزارة العمل وإدارة الجوازات والهجرة والإجراءات الهجرية أكثر. مكاتب الاستخدام هي ذات نوعين، في ما يسمى بمكاتب الاستخدام الخارجي ومكاتب الاستخدام الداخلي. الاستخدام الداخلي إحنا في السودان ما عندنا كثير لأنه ما عندنا توظيف داخلي بالشكل الكثير. مكاتب الاستخدام الخارجي دورة اللي هي المسؤولة الرئيسية عن توفير فرص عمل للسودانيين بالخارج. نعم. أستاذ اعتصام السلام عليكم. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله. موضوعنا وكالات السفر ومكاتب الاستخدام والاستخدام يعني، وبين لنا أستاذ عمرو بيان كافي وشافي، لكن مرحب بك ونسمع مداخلتك يا أستاذنا، وأنت الممارس لهذه المهنة والخبير فيها، تفضل. كيف الحال والأحوال؟ بخير حال الله. وزي ما قال الأستاذ عمرو يعني الكلام واضح بين وكالة السفر ومكاتب الاستخدام. نعم. وكالة السفر هي طبعا الجهة المختصة بالسياحة، ومكاتب الاستخدام هي مختصة بوزارة العمل. نعم. لكن للأسف الشديد يعني وكالة السفر ذاته يعني في القانون بتاعه ممكن يتملك سوداني وممكن يتملك أجنبي، لكن في وزارة العمل السودانية اللي هي مكاتب الاستخدام لازم يتملكها سوداني. يعني نحن بنتكلم أصلي عن الشخص الضعيف في العملية اللي وقعت عليه النصب والاحتيال هو المواطن السوداني. نعم. المواطن ذاته بنقسم لنوعين، مواطن بسيط أصلا قاعد عاطل وهم دي الشريحة المستهدفين المحتالين. نعم. بيكون عنده ماشي يتدين من زول ويجيب حاجات في النهاية المهم ما يتوفق في راجع أصلا هو ما خسران حاجة عاطل. نعم. في شريحة ثانية تلقاه سايق ركشة وعنده أمجاد بيقوم ببيع على تسمي يصلح وضعه. بيجي راجع بيبقى بإضافة للشريحة الأولى اللي ذكرناها. المشكلة وين؟ المشكلة في إنه الآلية بتاعت الدولة ما منفعة لتشغيل القانون كليم. يعني لا 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 وكالة السفر يعني من السهولة إنه الزول يعمل وكالة السفر، الضوابط بتاعتها سهلة جدا، الشروط بتاعتها يعني أي دكان ممكن يعمل وكالة السفر. مكاتب الاستخدام نوعا ما فيها حتة، يعني نحن عندنا الشريحة دي الضعيفة دي حكون عمل لها استنارة فكرية. يعني أي زول عنده مكتب استخدام أعلن عن وظائف عنده شيك بتاع ضمان في وزارة العمل وشيك معتمد وعنده ضمان بنكي، يعني حتى لو احتل على الزول وجاز بتشوفه في وزارة العمل يعني وزارة العمل بتخوف الزول أو بتهدده. نعم. أو كده الموضوع في النهاية بتحلها. أستاذ عصام كان أقدر تقول يعني بعض وكالات السفر يعني بتقوم تلبس ثوب مكاتب الاستخدام وتدجل على الناس أو تحتال عليهم يعني. تحتال عليهم. أي إعلان بتاع وظائف بيطلع في الجرائد بتصريح بوزارة العمل عنده رقم معين ده الناس تمشي عليه ومطمنة، وزارة العمل بتضمن لها حقوقه لأنه أدته رقم وشالت الضمانات بتاعته. نعم. نحن بنقول شنو؟ بنقول إنه الشريحة الضعيفة دي أي زول يمشي مكتب بتاع استخدام يلقى الترخيص مركب في المكتب في مكان ثابت، الترخيص طالع من وزارة العمل، المكتب عنده رقم 23 24 25 وكالة السفر اسم عمل عادي. ما عنده رقم. نعم. وكالة فلان الفلان للسفر السياحة أو وكالة كذا. يعني المالك. نعم. فلان الفلاني اسم عمل. نعم. مكتب الاستخدام برضه اسم عمل، لكن إضافة عليه في تصديق بيطلع من وزارة العمل. نعم.
في تفتيش يعني يا استاذنا، في تفتيش بيحصل على الوكالات دي عشان ما تمارس شغل غير وشغلها في رغابه. وزاره العمل بتمارس مهنته عندها اداره اسمها اداره التفتيش. لا لا مش اكتب، ما اقصد على المكاتب، الوكالات التي يعني تلبس الوكاله بتاعت السفر ما قايمين بدورهم، عباره عن جبايات. الشيخ ذاته بيجيبوا شيخ ضمان، يعني شيخ طوالي ممكن تمشي تفتح فيه ورقه 172 ما مكتوب فيه اسم ليها، ما مكتوب فيه تاريخ، ما اسمه شيخ معتمد. يعني الضمانات القانونيه لو كانت السفر كانه حتى في الفتره الاخيره بدا يشيلوا قروش كاش. يعني انا اقصد ما في جهه بتراغب وكالات السفر عشان ما تشتغل شغل ما حقها. عسي بعض الظاهر ظهرت في ابو ظبي والمشكله بتاعت العين دي، بدات الناس تظهر وبدوا اسي. احنا عندنا مكتب استخدام وعندنا وكاله سفر، بدوا هم يجونا زياره ناس وكاله السفر، وين التصاديق وين كده. كانما الازمه يا دوب خلت وزاره السياحه اللي هي الولايه تقوم بدورها. لكن زمان ما كان في رغابه. واسي انا يعني المحير في الامر ان جهاز تنظيم العاملين بالخارج يعني بقول انه هو عنده ناس وانقطعوا هناك ومشاوا وجابوا ويتحروا كده. السياحه وين دورها؟ قومت الناس دي وكاله السفر، حتى السياحه تمشي تقوم جهاز تنظيم عاملين بالخارج يساعدها، مش تقوم جهاز تنظيم العاملين بالخارج والسياحه يكون ما عندها دور. يا استاذ عصام انت قلت المجموعه الاخيره التي تم الاحتيال عليها، تم احتيال عليها بوكاله سفر ما بمكتب استخدام. ما وكاله سفر يلا جهاز تنظيم عاملين الخارج ده ما عنده علاقه بوكاله السفر. لا انا اقصد معلومتك دي عشان نستوثق منها، المعلومه صحيحه كده؟ وكالات السفر والسياحه. نعم نعم. يعني جهاز تنظيم العاملين بالخارج مهمته الناس العاملين بالخارج. نعم. ده المشي السياحه ده بفيزا ده مدتها شهر او شهرين، او في فيزا سياحيه او فيزا سفره طويله يسموها 90 يوم. علاقته شنو بجهاز تنظيم العاملين بالخارج؟ اول مره يشوف دبي. هي بس مشوا اليوم المجموعه دي وحلوا المشكله، لانه تدخلوا برضه بعض السودانيين العاملين بالخارج وبقت الحكايه المظهر يعني للسودان، فكان الجهاز البادر يتحرك. نعم. دور بتاع وزاره اللي هي السياحه تحرك، وجهاز تنظيم العاملين بالخارج يساعدها، مش جهاز تنظيم العاملين بالخارج الناس تحملوا كل المسؤوليه. اشكر الدكتور تهامي يعني قام بالواجب وكده. شكرا شكرا لك استاذنا اعتصام صديق، كتر خيرك بارك الله فيك، ويبقى ملف وكالات السفر والمكاتب مفتوح ومستمر. شكرا لك. اصحاب الرسائل ما حنخليهم، جاتنا رساله بيقول لك قال سلام عليكم، قبل فتره كانت في مشكله انه حصلت حاجه زي دي، وذكر عماره معينه واسم عمل معين. اظنكم يعني انتم بحكم المتابعه عارفين انه المقصود شنو. يعني هو قال الحل الوحيد الرغابة، أنا من ضحايا موضوع الإمارات عن طريق مكتب وسماه في عمارة معينة، والكلام ده كان في السوق العربي قبل فترة وتم الحمد لله حل الإشكال. يعني تعليق سريع يا أستاذنا. حقيقة والله زي ما فضل الأستاذ اعتصام يقول شيء، نحن بين الخلط بين وكالة السفر ومكتب الاستخدام. نعم. ده بالنسبة لزول العالم يعني العارف. نعم. بالقانون العارف زي نحكي وكالات ولا. لكن بالنسبة للمواطن البسيط مكتب العمل والوكاله عنده واحد. واحد نعم. بالذات لما يكونوا جنب بعض وفي ايوه ده يسافر يعني. نعم. حتى السمسار ده بالنسبه له صاحب وكاله. فانا طالما دار اسافر جاتني وكاله، جاني زوج قال لي بوديك بالبحر صاحب الحاجة يا صاحب هنا بشيلك بجدعك بغالك، انا ما عندي مشكله طالما اصلا. نعم. بصل الموضوع للغايه اللي انا عايز اصلا. نعم. بيبقى المسائل القانونيه، المسائل القانونيه حتى القانون ذاته بتاع قانون السياحه 2009 ده نص على الرغابه، مش الرغابه بس، حتى الزم الوكالات او المكاتب الاستخدام دي بمد بكشوفات شهريه للمراقبه للجهات المختصه. فيبقى ان القانون ما مفعل لا من الاستخدام لا من الرغابه. ونكتفي بكده من الجانب القانوني. في شرطه كمان. نعم. في شرطه بتاع السياحه. سياحه نعم. استاذ عمرو تعليق اخير على هذه الاحداث والاتهامات. الرغابه موجوده، اذا كان بالنسبه لوكالات السفر والسياحه وزاره السياحه عندها اتيام ميدانيه وبتلف، بس احتمال العدد بتاع وكالات السفر ضخم جدا جدا. لكن هل احنا زادنا بنحتاج للعدد زي ده؟ هل في سياحه اصلا في السودان؟ دي كلها ازيله احنا حنطرحها يعني في حضره شعبه وكالات السفر والجهات المسؤوله الاخرى يعني، ويبقى ملف وكالات السفر ومكاتب الاستخدام والاستقدام مستمر. الشكر الجزيل لك استاذ عمرو، اشكرك يعني استاذنا المحامي سماني، ونشكر كل الذين تابعونا وكانوا معنا على الهاتف أو الرسائل، وشكرنا للأستاذ اعتصام صديق الذي كانت له مداخلة جيدة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.